يعني بس سرق فيها خروف. وليه؟ الخروف بقى مو مش عن السرقة، مو مش عن السرقة، بس وقتها أخذناه أنا ورفقاتي وطلعنا عملناه مشاريع بالجبل. والذهب، والذهب، ذهب، ذهب هاي المرة الوحيدة اللي سرقت فيها بحياتي عن طمع، عن طمع. راح أضل بدفع ثمنها طول عمري، طول عمري. عمي بدي أسألك سؤال بس بتجاوبني عليه بصراحة. إيه بجاوبك بصراحة، ليش لا بجاوبك بصراحة، بس كمان أنا إلي طلب عندك. تفضل. ما بدي حنان وأمه يعرفوا شيء عن الموضوع يعني هذا، وأنت قيم رأيك على جنب، قيمه على جنب ماشي. وعد شرف ما بحكي. أبو هلال لا أجر الذهب جرة كبيرة، حكى قدامي أنا حكيت لعماد، لعبي عالي عماد رحنا سرقناها وبعناها. بس شو نص تمن، نص تمن. وخبيتوا المصاري بالخرابة هاي بعرفه. وبس المسا بيت بصبوص هجموا على بيتنا وتهموني بإني أنا قتلته لعماد. بدي أهرب، شو بدي أعمل؟ هربت. بيقتلوني، بيقتلوني. طيب شو جاب سكينتك للخرابة وعليها دم؟ آه ما بعرف، ما بعرف. طيب مين بده يكون قتله برأيك؟ ما بعرف، ما بعرف. دخلك حدا بيعرف بقصة المصاري بالخرابة؟ اخواته، اخواته. معقول يكون اخواته قتلوه؟ لا شان ياخذوا المصاري؟ مستحيل، مستحيل. بس ما في بيناتهم الرزق مقسوم، ما في. اصلا لما راحوا المصاري كان عطاهم مثل حصته، مثل حصته. حسب ما خبروني بالضيعة ما حدا بيعرف وين دفنته. لك ما دفنته، ما دفنته، ولا شفته مقتول، ما شفته. لك ايه ايه، قصدي اللي قتله. ما بعرف. اه طيب بركي مو مقتول. اذا مو مقتول وين اختفى، وين اختفى؟ ما بعرف. شو اسم ابوه؟ اسم ابوه جلال، جلال. وامه؟ امه اسمها خزامة، خزامة. ايوه. شو عليه؟